باسم الخاص ونيابة عن الفرق التقني والملاعبين أشكر كل الجزائريين شعبا وحكوما وإعلاما عن هذا حفلات الاستقبال اللي حظينا بها منذ مجيئنا إلى الجزائر. هذا شيء تاريخي سيبقى في قلوب كل صحراوي يعتز به، وخصوصا اللاعبين والطاقم التقني المدرب الأساسي والمدرب المساعد لديهم أمور أخرى مشاو، لكن باسمهم نشكر كل من ساهم من قريب وبعيد على النجاح هذا الحدث التاريخي، واشكر الإعلام الجزائري بكل أطيافه والمجتمع المدني، اشكر رئيس مرصد المجتمع المدني مشعل الشهيد، الكل من ساهم بهذا الحدث التاريخي نعطيه نقول له شكرا، شكرا جزيل الشكر. هذا ليس جديد بالجزائر، ليس جديد على الجزائر التاريخية، الجزائر القيم الوفاء العهد الذي رضعوه من الأجداد من أمهات ثوريات وزرعوا فيه أباء ثوريين منذ الأزل،